بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. اليوم بإذن الله نبدأ بأول فيديو لمقاربة أو الوحدة الثانية للظواهر الكهربائية، مقاربة الأفعال المتبادلة الكهرومغناطيسية. في هذا الفيديو الأول راح نقوم بنشاط حول قانون لابلاس، لالوا دو لابلاس. في هذا النشاط الأول، لأن هناك بإذن الله نشاط آخر، راح نقوم بإثبات وجود القوة الكهرومغناطيسية وعلاقتها بجهة الحقل والتيار. لاحظ أمامك، أو لاحظوا أعزائي الطلباء، أمامكم الدارة التي هي أي الشكل الأول. لاحظ هي مكونة من بطارية متصلة بسلك، ها هو سلك من نحاس شاقولي. هذا السلك يمكن يكون من نحاس أو مادة أخرى ناقلة، ويمكنه الدوران حول محور O هنا من طرفه العلوي، وهو مغمور في إناء به ماء وملح من طرفه السفلي. لاحظ، وهنا لدينا معدلة، ها هي معدلة resistance variable. إذا أولا قال لك قم أغلق القاطعة، يعني نقوم بغلق القاطعة هذه. ماذا يحدث؟ يعني ماذا تلاحظ؟ هل هناك حدوث أي شيء؟ يعني هذا السلك يتحرك، يعوج، يميل بزاوية معينة إلى آخره، ماذا تلاحظ؟ الملاحظة أنه يمر التيار في السلك ولا نلاحظ حدوث أي شيء، يعني لا نلاحظ حدوث أي شيء. ثانيا قالك افتح القاطعة، يعني افتح هذا القاطعة ثم احضر مغناطيس على شكل حرف U واجعله في وضع أفقي يضم السلك النحاسي بين فرعيه، أي الشكل الثاني. يعني هذا المغناطيس هو في الشكل الثاني، نجيبه منا هكذا حتى يكون الشكل الثاني بان لنا هكذا. هكذا كان قدره نخدم صح. يعني ماذا تلاحظ؟ يعني فتحنا القاطعة وجبنا هذا المغناطيس اللي هو على شكل حرف U كما ترون، وضعناه في وضع أفقي أي على أن السلك النحاسي يمر بداخله، ها هو يمر في بين طرفه أو بين فرعيه. إذا ماذا نلاحظ؟ هنا كذلك ما دام القاطعة راهي مفتوحة، لا مرور للتيار الكهربائي ولا حدوث أي شيء. لا مرور للتيار الكهربائي ولا حدوث أي شيء. نأتي نغلق القاطعة، إذا عندما نغلق القاطعة وش راح يحدث؟ وش راح يصير؟ ها نغلقنا القاطعة لها. والمغناطيس راه موجود، واش راح يصرى؟ هنا بالطبع نغلق القاطعة راح يمر التيار الكهربائي. إذا ماذا نلاحظ في هذه الحالة؟ نلاحظ انحراف السلك النحاسي. لاحظ انحراف السلك النحاسي. لاحظ مثلا احنا ندو مثال انه ينحرف هذا السلك النحاسي على اليمين بزاوية الفا واحد مثلا، مثلا او مال منه يقدر يميل منه، ماناش عارفين يعني حسب الدراسة. هنا انحرف السلك النحاسي بين فرعي المغناطيس، لاحظوا انه ينحرف بزاوية معينة الفا. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني انه قد خضع لقوة دفعته في جهة ما، صح. اذا نستنتج ان السلك خضع الى تأثير ميكانيكي، أي إلى قوة كهرومغناطيسية. السلك خضع إلى قوة كهرومغناطيسية. من أين نشأت هذه القوة الكهرومغناطيسية؟ نشأت بوجود التيار الكهربائي والحقل المغناطيسي. يعني لاحظ في الحالة الأولى عندما كان هذا المغناطيس موش موجود ومر التيار الكهربائي لم يحدث شيء. في الحالة الثانية عندما أضفنا المغناطيس
وكانت القاطعة مفتوحة لم يحدث شيء، لكن عندما أغلقنا القاطعة وكان هناك مرور للتيار ووجود الحقل المغناطيسي، لاحظوا أن السلك انحرف بزاوية معينة ألفا. إذن فهنا بعد نعود نفتح القاطعة ونقلب قطبي المغناطيس وبعد نعود نغلقها، يعني نفتح القاطعة نقلب المغناطيس هذا، نقلب القطبي تاعو، وبعد واش ندير؟ نعاود نغلقها، نعاود نغلق القاطعة. إذن هنا واش راح يصرى؟ هنا أعزائي الطلبة نلاحظ انحراف السلك النحاسي بزاوية، كذلك ينحرف بزاوية معينة لكن في الجهة المعاكسة للجهة السابقة. يعني إذا كان في الجهة الأولى انحرف في هذه الجهة ألفا واحد، في هذا المرة ينحرف في هذه الجهة اللي هي ألفا اثنين مثلا، الزاوية هذه ألفا اثنان. نعاود نفتح القاطعة هذا المرة، خلي المغناطيس كما راهو، نعاود نفتح القاطعة ونعكس توصيل قطبي البطارية، نعكس توصيل قطبي البطارية، يعني البلوس نقلبه منا والموا منا وهكذا، صح؟ ومن بعد نعاود نغلق القاطعة. إذن ماذا يحدث؟ هنا نلاحظ أن السلك يعاود ينحرف في الجهة الأولى اللي كان عليها، يعاود ينحرف في جهة ألفا واحد، يعاود يرجع للجهة الأولى. لو أعزائي الطلبة قمنا بتغيير هذه المعدلة، لاحظ ها هي المعدلة أو لا ريزيستونس فاريابل، صح؟ نقوم بتغيير قيمتها، يعني نزيد في المعدلة وننقص. يعني هنا ماذا نعني بتغيير قيمة المعدلة؟ يعني تغيير في شدة التيار اللي راه يمر في السلك، يعني نزيد وننقص في هذا هو دور المعدلة. إذن هنا ماذا نلاحظ أعزائي الطلبة؟ نلاحظ انحراف السلك كذلك، بالطبع المغناطيس موجود، نلاحظ انحراف السلك بزاوية، لكن هذا المرة الزاوية اللي ينحرف بها القيمة تاعها تختلف عن الزاوية السابقة. يعني يمكن أن ينحرف السلك مثلا بزاوية تكون هكا إذا زدنا في التيار، ها يمكن ينحرف السلك بزاوية أقل من هذه أو كي أكثر منها، يعني حسب شدة التيار الكهربائي. لو هذه المرة جينا أعزائي الطلبة وقمنا باستبدال المغناطيس بمغناطيس آخر، يعني هذا المغناطيس نحوه ونجيبه مغناطيس آخر في بلاصتو يكون أقوى منه، يكون أقوى منه. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أعزائي الطلبة انحراف السلك بزاوية قيمتها تختلف عن الزاوية السابقة، نلاحظ انحراف السلك بزاوية تختلف قيمتها تختلف عن الزاوية السابقة. إذن لاحظوا كي قمنا بتغيير في شدة التيار الكهربائي يكون هناك أي الزاوية ينحرف السلك لكن بزاوية تختلف عن الزاوية السابقة. إذا قمنا باستبدال المغناطيس بآخر أقوى منه نلاحظ انحراف السلك كذلك بالزاوية قيمتها تختلف عن الزاوية السابقة. إذن هنا ماذا نستنتج أو نواصل؟ بماذا تتعلق جهة القوة الكهرومغناطيسية المؤثرة على السلك؟ بماذا تتعلق جهة القوة الكهرومغناطيسية التي تؤثر على السلك؟ إذن نستطيع القول أنها تتعلق بجهة الحقل المغناطيسي وجهة التيار الكهربائي، نعاود تتعلق بجهة الحقل المغناطيسي وجهة التيار الكهربائي. إذا النتيجة اللي نخرج بها في آخر هذا النشاط أي أنه عندما يمر تيار كهربائي في ناقل يكون مغمور في حقل مغناطيسي، يعني يكون يجوز في وسط مغناطيس اللي شفناه على حرف إيه، يخضع أي هذا الناقل
لقوة كهرومغناطيسية، أي السلك هو اللي يخضع لهذه القوة الكهرومغناطيسية، وتسمى هذه القوة بقوة لابلاس، لا فورس دو لابلاس، حيث تتعلق جهة القوة الكهرومغناطيسية المؤثرة على النقل بماذا؟ بجهة الحقل المغناطيسي وجهة سريان التيار الكهربائي فيه. كذلك تتعلق شدة القوة الكهرومغناطيسية المؤثرة على القاضيب بشدة التيار الكهربائي المار فيه وشدة الحقل المغناطيسي. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في النشاط الثاني دائما في قانون لابلاس، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.